مساء الخير، انا اسمي دكتور نادر محمد حماده، استشاري ومدرس جراحه الاوعيه الدمويه والاثره التداخليه للاوعيه الطرفيه. الحقيقه احب اتكلم معاكم النهارده عن موضوعين بيشغلوا ناس كتير، اللي هما ازاي امنع حدوث تصلب الشرايين، وازاي لو عندي مرض البول السكري المزمن امنع حدوث القدم السكريه. هما الموضوعين متداخلين، والبول السكري مرض البول السكري اللي هو مرض صلحه بيطلق عليه مرض السكر، بيؤدي برضه لتصلب الشرايين. فبدايه عشان نحاول نتجنب او ناخر حدوث تصلب الشرايين، في حاجات عوامل كتيره لازم نعملها. اولها الامتناع عن التدخين، لان التدخين احد اهم مسببات تصلب الشرايين. الحاجه الثانيه هو ضبط مستوى السكر في الدم لمريض السكر، ضبط مستوى الضغط لمريض الضغط المزمن، ضبط مستوى الكوليسترول والدهون الثلاثية في الدم، والمواظبة على المشي أو الجري أو استخدام العجلة الرياضية، لأن حركة العضلات بتساعد على تكوين قنوات أو شرايين فرعية لتوصيل الدم حتى في حالة حدوث تصلب الشرايين، وبتقلل نسبة حدوث تصلب الشرايين. بالنسبة لمرض مرضى السكر، أتمنى أنهم يحافظوا دايما على مستوى السكر في الدم. من المهم جدا ان هم يعملوا تحليل سكر تراكمي كل 3 شهور، سواء المريض بيشتكي او ما بيشتكيش، ويتابع مع دكتور الغدد الصماء الباطني اللي هيظبط له السكر. مهم جدا عشان يتجنب حدوث القدم السكريه يغسل رجليه الاثنين يوميا، وينشفهم كويس بالذات بين الصوابع. عند قص الاظافر دايما يحاول يقصها بصوره مستقيمه، ما يقصهاش بصوره دائريه، عشان يتجنب حدوث اي جرح في الاصابع القدمين. برضو مهم جدا ان لما يقص ضوافر القدمين يكون المقص او القصافه اللي هيستخدمها تكون نظيفه، ويفضل ينظفها بكحول او بيتادين قبل استخدامها. والافضل دايما ان هو يلبس شراب سميك حتى لو داخل المنزل، وحذاء برضو يكون طبي مريح، بحيث ان هو حتى لو اتخبط ما يحصلش جروح، فيبقى فيه وقاية من الخبطات، لأن مريض السكر بعد فترة ممكن ما يحسش بالأصابع. ويتجنب لبس أي أحذية أو شرابات ضيقة أو برباط، بحيث إنها ما تقللش الدم اللي واصل في رجله. أتمنى لكم جميعا الصحة والسلامة، وأشوفكم دايما على خير.